الشعبية وجيش الشعب لتحرير السودان. السلام لجماهير منطقة الوراوار أنيقوا الأورب وأنيقوا أنيقوا 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 Tung-tung.
يومين وكنا شمالا وني ماشين كده ولا كده في جان تونغو لا كده دم تو كفر وان جنبنا ويل بايكن يجو ولا كده باي كده باي كده كول ولا كده باي ولا كده ويل جمال دانين وكم رولي اب وكم يفتح و نحن بنادي لمؤتمر بتاع سلام او بوشور ودير هنا كود دار عشان يكون في سلام في البلد وبلان دار باي عشان انا ما عاوزين زول بتاع سلفا عنده عيون كبار دي بلد عشان يجي وبلان معاون للجنب وعدالة وان الليبر عندي نينكن اوار الليو ينكت لكن اذا في عدالة ما تسمى لزول عيون كبار دي عشان يجيبو فتشوفوا ان يار غوباير عندي نينكن فالما ديكن ابو بشو وعاوز انتم تواصل الكلام ده لأهل بتاع كل القبائل العرب قومي كبائيات وين يلو امركاية عرب ريتوين نو نحن عاوزين المنطقة ده يكون منطقة بتاع تمازو كجلالين يكون منطقة بتاع سلام ويكون منطقة بتاع تجارة والناس ما في زول يحسبوه عشان هو دينكاوي ولا من العرب لكن ناس بتاع السودان الجديد كله اكيد انا كان هو في السودان الجديد بن باني بيومي هذا دي جامبا نتا وانا مبسوط كان في تكو وكان وتين وشوف تكو انيون يمي باني بيومي هذا كان وتين وين باجي بنتا اي جنازه جيت بغران كوي وين كيت بن نازل ماجو باغلو موت تمشي تسلمو وديو غير مو بيور قدر مو بيور ايوا موت بن وني اروي بن وكان داو بن السلام انا لو لكم انا لو لكم نيروبي وسلام يعني انا قاعد اتكلم من عجليو في نيروبي وو بي سلام غبن اجوي كروك بتاع السلام ماشي كارو الانتي جيشين يمن الانجيش كارو الانجيش بتاع بشير الانجيش بشير الانجيش بتاع بتاع اخوان المسلمين بتاع ناس الترابي واخرين كما جيش لما جيش وطني زمان كجيش وطني جيش لانكتر انجيش مارتين من جيش السوداني القديم احنا كنا بيعرفوا لجيش الجبه وجيش جيش وار جيش دام فرنيت وجيش جيش جبه منتين جيش لغفوت برضو عندنا جيش بتاع راس بي ال او بلان جيش كلاس بي ال برضو جيش بتاع الحركة نحن ما بقول الجيش بتاع دولة السودان الجيش بتاع الحركة الجيش كن حركة ده الحقيقة ويلي إذا عاوزين وقبلنا بعض وشهرون قام هيكون في جيش جديد قبلك الجيش بتاع ناصر البشير الماء بتاع